عندك هترد عليا اسئله؟ لا يا باشا. قول لي انت اسمك ايه بالكامل؟ هارفي جورج ماستورز. حلو. هارفي ده بقى يعني ايه؟ هارفي يعني سترونج ايجل فور باتل، الصقر القوي في الحروب. ده معنى اسمك؟ ده معنى اسمي. طب وانت مستحمل الاسم ده ازاي؟ ده زي النصيب كده. والله يعني انت عايش باسم هارفي ده، وروح يا هارفي وتعالى يا هارفي ولا يا هارفي. ده سبب البركه والخير كل ده. انت مبسوط بالاسم ده؟ يعني لما حد يقول لك يا هارفي ده عادي بالنسبه لك؟ لا ده احلى حاجه في حياتي اصلا. حلو. ولما بيدلعوك يقول لك ايه؟ فرفر. لا هيفو. ده دلعك هيفو؟ ده دلع هيفو. ما شاء الله ما شاء الله. طب قول لي عارف انت اصلا خريج ايه؟ علاج طبيعي جامعه القاهره دفعه 2011. انت اصلا دكتور علاج طبيعي؟ انا اصلا دكتور علاج طبيعي. حلو. طب وايه اللي بيخليك تطلع قوافل طبيه في اماكن نائيه زي سانت كاترين وسيوا يعني ليه؟ الموضوع بدا ان الاحتياج اكتر في الاماكن الحدوديه، مش علشان الجوده الطبيه، بس علشان ان الناس ديت لو ما تقدمت لهمش الخدمه الطبيه بالطريقه اللي لازم تتقدم بيها، بيكون لازم يسافر وقت طويل، بياخد له 3 ساعات او ساعتين ونص او اكتر، وده مش بيكون اختيار في معظم الحالات. معظم الحالات بتكون محتاجه تدخل فوري وسريع وبكفاءه عاليه. فبالتالي المناطق الحدوديه هي في وجهه نظري هي المناطق الاكثر احتياجا للقوافل، وده اللي انا شايف ان احنا متخصصين فيه كمان.